رأيت يا أمي. بني عثمان. أتيت يا أمي. سيدي، احميهم يا رب. عثمان، عثمان. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. انتظرت طويلا كي أقول هذا. أصبح لديك ابن آخر. يا ما شاء الله. يا ما شاء الله. هيا احمل، احمل. هل هذا حلم عثمان؟ أخشى أن أغلق عيني. هذه معجزة. هذا مقابل دعائنا ليلا نهارا. أتيت بالخير وبالبركة. بني. أرهان بني. أعطني إياه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر، انظر إلى أخيك. أمي، مالون، إن
كنت موافقة سأسميه علاء الدين. موافقة. هيا لنذهب ونحتفل في القبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اسمك هو علاء الدين علي. اسمك هو علاء الدين علي. اسمك هو علاء الدين علي. ابن السيد عثمان علاء الدين علي. ليجعلك الله من عباده المؤمنين الصالحين. آمين. آمين. وليبقك على الصراط المستقيم. آمين. آمين. وليثبت الله قدميك على طريق الحق كأبيك. آمين. الدولة التي سيبنيها السيد عثمان ستعيش وتخدمها بنفسك. آمين. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا شيخي. آمين. ليدم الله أدعيتك لنا. علاء الدين علي. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوران سيدي، لتقم بالعزف لنا. أمرك سيدي. ليسلم صوتك يا أخي. سلمت يا سيدي، سلمت. عثمان، تظن أنك أنقذت زوجاتك وتظن أنك قد هربت مني، لكن لا أنت ولا زوجاتك ولا أبناؤك ولا حتى شعبك، لن أترك أحداً حياً في قبيلتك. خير بي، قم بتجهيز الجيش، سوف نسفك الدماء. أمرك حضرة الوزير. سأنهي هذا الأمر من جذوره. الشجرة العظيمة التي في حلمي تكبر كل يوم أكثر. أبنائي أرهان وعلاء الدين، أنتما ستكونان جذور هذه الشجرة. دولة لديها جذور كهذه سوف تحكم العالم بأكمله.
وسوف يعلو فيها كلام الله تعالى. أنتما الاثنان ستكونان عمودان لهذه الدولة. تقدما بأحصنتكما إلى الأمام لتملأ البركة الأماكن التي تطأانها. لتنشرا في كل الأراضي عدالة الله وكلامه. أبنائي، لا تتراجعا قبل أن يرفرف علمنا في كل العالم. بسم الذي يقول لكل شيء كن فيكون، ذي 99 اسما، ربنا الذي ملأ قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. المحن والصعاب تقترب فقط من الشجاع، وكل من لا يواجهها يعتبر شخصا ضعيفا وجبانا وبلا قوة. رأت أننا مناسبون لها، لهذا هي لا تتركنا أبدا. نحن تجاوزنا الكثير من الصعاب والمحن، لكن حان الوقت الآن لإيقاف كل هذا الظلم. الوزير علم شاه وجيخاته ظالمان افتريا كثيرا ولم يتركا ظلمهما، لن يوقفهما سوى سيف العدالة والحق. حكمهما هو الموت. سيد عثمان، الوزير نشر جنوده في كل مكان ووطد حكمه في سوغوت، كيف يمكننا أن نمسك به؟ سنجد حلا للوزير. سوغوت من أملاك الكاي، ولكن ماذا عن جيخاته وعن كل جنوده؟ بعد أن تصل قوافل جنوده ماذا سنفعل معه؟ ليست فقط سوغوت، الحدود هنا ملك لمن؟ وما يفعلانه كل ما يريدانه في أراضينا وأملاكنا دون إذن منا، قبل أن يأتي الجنود وقبل أن يفهموا ما حدث. سنضربهم في أكثر لحظاتهم هدوءا. معلم داود، أخبرنا لنرى كم سيفا صنعت حتى الآن. صنعت 5 سيوف لكل رجل في القبيلة والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. رعي أكشا، أخبرنا كم جرة مشتعلة لدينا لنضرب بها الظالمين. 15 يا سيدي، وبعد وقت قصير سنجهز 40 أخرى بإذن الله. جيد، هذا ممتاز. هكذا إذن، حسنا، سيكون لدينا جرحى ومصابون. كومرال عبدال، هل مراهمنا وما يلزم جاهز لعلاج جرحانا ومصابينا؟ كل شيء جاهز وتحت أمرك سيدي. لا أصاب الله محاربين بأي أذى. آمين آمين آمين. يبدو أن التدابير والتحضيرات جاهزة، لكن مع كل هذا فإن المحن لن تفارقنا. هذا الأمر لن ينتهي عند جيخاتو والوزير، لأنني ظننت أن الوزير علم شاه يفعل ما فعل من أجل مصلحته،
لكن يبدو أن هناك شريكا آخر له في ظلمه. من هو يا سيدي؟ أخبرنا سيدي. هل تعرف من هو هذا الشخص؟ قل يا سيدي. أخبرنا ما اسمه. من هو يا سيدي؟ أخبرنا من هو يا سيدي. نعم أخبرنا سيدي لنعرف من هو. الوزير علم شاه، السادة المتمردون يقفون مع عثمان. السيد أمور وشقيقه إيفاز في طريقهما إلى القبيلة، وابنة إيفاز هي في الطريق الآن. طالما كذلك إذا يجب أن نسرع يا جونغور قبل أن يكبر قطيع الرعاة. سنخرجه إلى الخارج ونضربه. الإخلاص شيء صعب حقا، لكن الأكثر صعوبة هو اختيار الأشخاص الذين تخلص لهم. طالما أنهم اختاروا عثمان فسيكون قدرهم واحدا. الوزير علم شاه، ما الذي تفكر به؟ لقد اكتشفت أن شخصا بيننا مخلص لعثمان، لكن إذا لم يعلم الخائن أن خيانته انكشفت فلن يعرف من يخدمه. صحيح. خير بي، استدعي كونور. سيموت عثمان قبل وصول إيفاز، اذهب أنت الآن كي لا يراك الخائن، وأمسك بحبل إيفاز ليبقى معنا. سلمت وزير علم شاه، لن نترك خيطا دون أن نمسك نحن بطرفه. أنت قم أولا بأخذ الخيوط من بين يدي أخيك، ثم سيحين دورك. من هو؟ من يخوننا غير الوزير؟ من هو سيدي؟ وماذا يستفيد من عمله ضدنا؟ لا نعرف من هو حالياً. السلطان مسعود يظن أنني قد حاولت قتله قبل أن يصدق هذا ويسعى خلفي. سأجد من يخوننا وسأعاقبه بيديه. سلمت يا سيدي، وماذا يفعل سادة الكاي حتى ذاك الوقت؟ مرنا يا سيدي. لتبدأوا بالاستعداد للقتال، ولتتسلحوا، وليبدأ تدريب المحاربين. كل من هو قادر على حمل السلاح قوموا بتدريبه. أمرك سيدي. سنجعلهم ذئابا سيدي، لن يستطيع أحد الوقوف في وجهنا أبدا. صدقت صدقت. ليس سادة الكاي فقط، وأنا وقبيلتي مستعدون للقتال بجانبك سيد عثمان. أعلم سيد تورغوت، أعلم. أنت تقاتل بجانبي منذ وقت طويل، لكن يا سادة استمعوا إلي قبل البدء بهذه التحضيرات. مسؤولية المحاربين ورئاستهم لم تعد لدى السيد جوندوز. ماذا؟ ترى ما الأمر؟ لماذا؟ من سيكون قائد المحاربين الآن؟ السيد تورغوت في طريق قونيا وفي قلاع الحاكم، والكثير من الصعاب قد أثبت نفسه بجدارة. إنه كذلك. نعم معه حق. نعم. لهذا السبب سيصبح هو رئيس محاربي سوغوت وقبيلة الكاي. يستحق هذا المنصب. نعم يستحقه، كما يراه السيد عثمان مناسبا. سلمت سيد عثمان. جعل الله من نصيبي أن أقوم بتلك المهمة على أكمل وجه. آمين 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 آمين. إن شاء الله.
كاد كبد جيخاتو أن ينفجر وهو هارب مني. الآن حان الوقت لتمزيق كبده ذاك. يمكنكم البدء بالتحضيرات يا سادة. ابقى أنت يا أخي. تعال كونور تعال. تفضل حضرة الوزير. عثمان الآن في قبيلته، هل أعميت أعين مخبريك وصممت آذانهم كونور؟ قم بتقليل عدد جنودنا، لن نذهب لمداهمة القبيلة وحدنا، سنلتف حول تلة الذئب ونتوحد مع جيخاتو سرا. أمرك حضرة الوزير. خير بي، اذهب خلف ذاك الكلب وتأكد من إبلاغه لعثمان بهذا الخبر. قم بمراقبته. أمرك حضرة الوزير. اذهب ونفذ آخر وظيفة لك يا كونور. استدرج عثمان إلى فخي. أعيدك بأنني سأشنقك مع عثمان الذي قمت بتقديم إخلاصك له. أخي، هل أنت مستاءٌ لأنني أخذت الوظيفة منك؟ معاذ الله سيد عثمان، وهل الاستياء من حدي؟ من بعد اليوم لا يوجد هدف لي سوى تلافي أخطائي. سلمت يا أخي، سلمت. البشر يخطئون. أنت أمانة أبي الغازي أرطغرل لي، وأنا استأمنتك على القبيلة، لكنك أخطأت يا أخي. أعلم أن نيتك كانت الحفاظ على القبيلة وإبقاءها صامدة وتخطي الصعوبات بأقل الأضرار. نيتك خالصة، لكن حملتك خاطئة. أنت تريد سلامة قبيلتك على الدوام، لكن هذه السلامة تكون بالمال الحلال يا أخي. لهذا السبب سأجعلك مسؤول الحسابات. أخي، حتى لو طردتني بعد ما فعلته سأقبل، والله يعلم. دمت سيد عثمان. كن بجانبي يا أخي، كن بجانبي وافتح عينيك جيدا، فلنكن معا يا أخي. دعوتك هي كلمة الله وطريقك الحق، أنا خلفك يا أخي. القبيلة ستزدهر معك، ستفتح طرق تجارة وستعقد اتفاقيات جيدة، لكن ستفعل ذلك دون أن تخضع ودون أن تدير ظهرك للأهالي ودون أن تنخدع بأحد يا أخي. ثقتي بك تامة. سوف أفعل كل ما يجب لجعل قبيلتنا غنية، ثق بي يا أخي. فلتسلم.
السلام عليك درويش أكشا. وعليك السلام كنور ألم، أهلا بك. أخبري سيدة عثمان. لا تقلق يا كنور ألم. بسرعة درويش أكشا، الأمر مستعجل. درويش أكشا، كن حذرا، جنود الوزير قد يتعقبونك. كان الله معك سيد عثمان. أمرني الوزير علمشاه أن أوصل إليك هذه يا جلالة السلطان. وكأن استهدافك جيخاتو وسحبك لغضب أرجون خان نحوك لا يكفي يا عثمان. تقوم الآن بالتعاون مع الإمبراطور أيضا؟ أتيت إلي وقلت لي هناك خائن خلفك. كنت أنسى استهدافك روحي وأنخدع بذلك، لكن لا يوجد خائن أكبر منك. هيا استعدوا، سنذهب للكاي. أمرك مولاي. عثمان، أهلا بك يا كنور. لو أنك أبلغت سلامنا أيضا لعثمان. كنور، لقد كشفت خيانتك الآن. وزير علمشاه، ما الذي يحدث؟ أنت تعلم ما يحدث جيدا. أصبتني بخيبة أمل كبيرة كنور. أيها الخائن، تقوم بالخيانة من خلفي وتأتي وتنظر في عيني؟ أنت الخائن، تقول الدولة وتخدم نفسك. حمدا لله عيني رأت الحقيقة. أنت أيها الوزير شيطان ذو وجهين. إن الوفاء شيء صعب، لكن الأصعب هو اختياره من الذي ستكون وفيا له. أنت خائن يا كنور. اتحدت مع عثمان الذي حاول اغتيال سلطان الدولة. لأقبض على عثمان أولا، ثم سأرسل رأسك ورأسه معا كهدية إلى السلطان. خيانتك نفعتني يا كنور. أنا الآن أستدرج عثمان إلى الكمين بفضلك. تحدث علمشاه، تحدث. لست ماهرا سوى بالتحدث. ستحاسب على كل ما تفعله. Oh!
إن الله خير الماكرين. ارموا هذا الخائن في السجن، لن تعطوه لقمة خبز أو ماء. اجعلوه يعلم جيدا ما معنى خيانة الدولة. أنا لم أخن دولتي، بل قمت بخدمتها. دولتي هي دولة السيد عثمان. تحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي اجعل ابني علاء الدين علي يكبر كغرسة عظيمة نبتت في حديقة الإسلام، ليكن بطلا قويا وشجاعا يمشي في طريق الإسلام. يا ربي اجعل ابني علاء الدين علي على طريق الحق وعلى الصراط المستقيم دائما. آمين يا عثمان. ولدي ولدي. كتبتها عندما علمت أنني حبلى بعلاء الدين.